بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، كما تعودنا في الحلقات السابقة من هذه الليلة، نستقبل الأسئلة ونحاول الإجابة عليها بما يسر الله لنا، فإن كان صوابا فالفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فنسأل الله المغفرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذا اللقاء، وهو الثالث من شهر الله المحرم، في ليلة 18 منه، من عام 1423. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول، أو هذه سائلة تقول: نحن مجموعة من الطالبات ونريد أن نقيم ما يسمى بالطبق الخيري، وصورته أن تحضر كل واحدة من الطعام نوعا ثم يباع على الطالبات، وريعه يصرف على المحتاجين، وسبب عدم التبرع بالمال مباشرة أن بعض الطالبات لا يستطعن التبرع بالمال، وإنما يقدرن على صنع الطعام ليباع. ما الحكم في هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سبق السؤال عن هذا، أجيب عنه بأن هذا غير مناسب، والذي يريد الخير الباب الخير مفتوح، يريد أن يتصدق تصدق بدون هذه الطريقة، والذي لا يستطيع هذا غير مكلف. إذا كانت كما ذكرت السائلة لا تستطيع الصدقة فإنها غير مكلفة بها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذا الطعام اللي تصنعه وتتصدق به، لو تصدقت به بدون صنع، تصدقت بالطعام بالبر أو بالرز، صدقت به دفعته إلى ذوي الحاجة وهم يصنعونه وينتفعون به. أما مسألة هذه الأطباق وهذه التجمعات للنساء وهذه المبالغات في هذا العمل، هذه كلها تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا أيضا فيه صعوبة لفعل الخير. يريد يتصدق باب الخير ميسر، تبرع يدفع للمحتاجين مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في مكان يوجد فيه صور معلقة؟ تكره الصلاة في المكان الذي في صور منصوبة، كما ذكر الإمام ابن القيم، بل قال إن ذلك يحرم، أن فيه تشبه بعباد الصور والنصارى في كنائسهم يعلقون فيها الصور ويتعبدون فيها. أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. المكان الذي فيه صور معلقة لا ينبغي الصلاة، أقل أحوالها الكراهة، لا ينبغي الصلاة فيه لأنها صور منصوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: إذا تاب الإنسان عن عمل التصاوير فما هو الواجب عليه فعله؟ الواجب عليه أن
أن يتلف الصور التي عنده، إذا كان عنده صور صنعها أو رسمها فإنه يبادر بإتلافها، قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، فيبادر بإتلافها والتخلص منها، ولا يجوز له بيعها وهي محرمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فالسؤال: ما هو عدم الاستطاعة الذي يعذر الإنسان فيه من الإنكار باللسان؟ إذا كان لا يستطيع الكلام، ما يحسن الكلام ولا يعرف الأدلة، لا يعرف الأدلة والأحكام الشرعية، فهذا لا يتكلم بجهل، أنه ربما أحل حراما أو حرم حلالا بغير علم، ربما ظن أن هذا الأمر منكر وهو ليس بمنكر. فإذا كان ما عنده ملكة علمية فقها في الأحكام الشرعية فهذا لا يتكلم، أو كان عنده علم وعنده معرفة ولكن منع من هذا، منعه السلطان من هذا ويخاف على نفسه إنه يضره إذا تكلم، هذا معذور ينكر بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أكثر الناس عندنا في حينا من جماعة التبليغ أو من الأشاعرة، السؤال: هل أترك هذا الحي أو أهجره أو أجلس معهم بحيث أعاملهم معاملة حسنة أو أعاملهم بأسلوب طيب ثم أدعوهم وأنصحهم، فماذا تفتون؟ إذا كنت ترجو أن تؤثر عليهم وأن تتسبب في هدايتهم وتركهم هذه البدع وهذا المنهج، فهذا عمل طيب، تبقى معهم وتجالسهم وتشرح لهم طريق الصواب ولك الأجر في ذلك. أما إذا كانوا لا يقبلون أو أنت ما عندك استطاعة أنك تبين لهم وتجادلهم فلا تجلس معهم، لا تجلس معهم، لا تذهب معهم، اعتزلهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى بعض المصلين إذا أراد أن يصلي السنة الراتبة بعد الصلاة المكتوبة يغير مكانه، والسؤال: هل لا بد من تغيير المكان؟ وما الدليل على ذلك؟ وما على من صلى السنة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ولم يغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو ينتقل، فإذا حصل الكلام بذكر الله أو بشيء أو بالسلام على من بجانبك أو هذا فاصل يكفي، ولو لم تغير المكان، وإن فصلت بتغيير المكان فأيضا هذا يحصل به المقصود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أسمع كثيرا عن الزهد والورع ولكن لا أعرف الفرق بينهما، وأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي وكيف نكون زهادا ورعيدا ولكن بما يوافق مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة. الزهد هو ترك الفضول مما لا تحتاج إليه في حياتك، ما لا تحتاج إليه في حياتك فإنك تتركه، وأما ما تحتاج إليه فليس الزهد إنك تترك ما تحتاج إليه وما يغنيك عن الناس، بل إنك تتخذ أو تكتسب ما يغنيك عن الناس، وأما ما زاد عن حاجتك وعن فتركه هو الزهد، ترك الفضول، فضول يعني الأشياء الزائدة
هذا من الزهد. وكذلك من الزهد ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس وأنهم يعطونك أو يهدون إليك أو لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل علق أملك بالله سبحانه وتعالى واستغني عن الناس، لأنك إذا احتجت إلى الناس استعبدوك. ولهذا يقول في الحكمة استغني عمن شئت تكن مثيلة، إذا استغنيت عنه صرت مثله، لكن إذا احتجت إليه استعبدك صرت عبد الله. يقول: امن على من شئت، امن على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة. هذا نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن مجموعة من الطلبة في المدرسة، نعم، نحفظ المتون العلمية على أحد الأساتذة، فنرجو منكم أن توجهوا نصيحة لنا في هذا المقام. لا تقتصروا على الحفظ فقط، لكن احفظوا وادرسوها على أحد العلماء يشرحها لكم، اعرفوا معانيها، احفظوها واعرفوا معانيها. أما أنكم تقتصرون على الفهم فقط بدون حفظ هذا غير صحيح، أو أنكم تقتصرون على الحفظ بدون فهم هذا أيضا غير صحيح، وإنما الصحيح الطريقة الصحيحة هي الحفظ مع الفهم، والفهم لا يحصل إلا بالدراسة على أهل العلم، دراسة ما تحفظون على أهل العلم يشرحونه لكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لاحظت أن كثيرا من طلبة العلم اليوم كان من شأنهم أن يخطئ الآخرين أو يحكم على الناس بأن هذا جاهل أو هذا مخطئ أو هذا فلان أعرفه جيدا، أو أحيانا يصل إلى أن يقول فلان من الخوارج، فهل هذا من منهج السلف الصالح؟ وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ نعم، ليس من منهج السلف الصالح الاشتغال بعيوب الناس، ولا يصير عند الإنسان إلا فلان طيب وفلان ما هو طيب وفلان كذا وفلان، الإنسان يشتغل بعيوب نفسه، يشتغل بعيوب نفسه أولا، وإذا رأى على أحد خطأ ظاهرا فإنه ينصحه فيما بينه وبينه ويبين له، لأن هذا من النصيحة والدين النصيحة. أما أنه يتكلم في الناس في المجالس ويمدح هذا ويذم هذا ويبدع هذا ويوثق هذا، هذا لا يجوز. الإنسان يشتغل بعيوب نفسه ولا ينظر إلى عيوب الناس. ثانيا، إذا رأى على أحد خطأ واضحا ظاهرا يتحقق منه أنه خطأ فليسر إليه ويبين له الخطأ، هذا من باب النصيحة، ولا يتكلم عنه في المجالس وفي غيبته، يكون من الغيبة المحرمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة، كأن يقول الإنسان اللهم افعل لي كذا بجاه الشيخ فلان أو ببركة الشيخ فلان أو بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك؟ هذا غير مشروع، السؤال بالجاه ذا بدعة لا دليل عليه، كذلك بالحرمة أو بالبركة كل هذه أمور مبتدعة، ولكن توسل المشروع
أن تتوسل باتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فتتوسل إلى الله باتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم وبمحبتك إياه، أن هذا هو عمل صالح. ويجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، التوسل بالجاه والحق والبركة وغير ذلك أو بالحرمة، هذه أمور مبتدعة وهي وسيلة إلى الشرك، هي بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في تفسير فتح القدير لطالب العلم المبتدئ؟ فتح القدير للشوكاني فيه مآخذ من جهة الصفات، لأنه ينقل عن الزمخشري وعن الرازي وعن بدون أنه غفر الله له، بدون تمحيص ينقلها على علاتها يتركها، فلا يصلح للمبتدي أنه يقرأ فيه، إنما يصلح لطالب العلم الذي يميز بين الصحيح والخطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل يقول: ما حكم التعزية وما هي صفتها الشرعية وهل لها مدة محددة؟ التعزية مستحبة لأن فيها مواساة للمصاب، وصفتها أن إذا لقي أخاه المصاب فإنه يقول: أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، ففيها نفع للحي بالمواساة والدعاء، وفيها نفع للميت دعاء له بالمغفرة، هذه هي التعزية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فصل النووي رحمه الله في شرحه موضوع البدعة إلى 5 أقسام، فجعلها بدعة واجبة ومثل لها بنظم أدلة المتكلمين على الملاحدة، وبدعة مندوبة ومثل لها بتصنيف كتب العلم، وبدعة مباحة ومثل لها في البسط في ألوان الطعام، والرابع والخامس البدعة المكروهة والمحرمة. السؤال: هل هذا صحيح؟ وهل يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة؟ نعم، هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. تقسيم البدعة إلى هذه الأقسام ما أنزل الله به من سلطان. البدعة بدعة، خلاص، بدعة ضلالة إذا كانت في الدين، بدعة في الدين. أما البدعة في العادات والملابس والمراتب، هذا الأصل فيها الإباحة، ما فيها بدعة إلا إذا دل دليل. الأصل في الأطعمة والملابس والمنافع الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأصل في العبادات التوقيف إلا ما دل الدليل على مشروعيته، هذه هي القاعدة. وهذه التقسيمات لا أصل لها، البدعة كلها ضلالة وليس فيها شيء واجب ولا شيء، والذي ذكره هذه سنن، ما هي بدعة. الرد على المبتدعة والرد على أهل الضلال هذا من السنة، شرعه الله، الله رد على الكفار ورد على المشركين وأهل العلم يردون عليهم، هذا من الجهاد. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار بالسلاح وجهاد المنافقين بالدليل باللسان. الله جل وعلا يقول لنبيه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا، وذلك برد شبهاتهم وضلالاتهم. فهذا ليس بدعة، هذا سنة، بل هذا واجب على من يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل يقول: ما مدى صحة هذين الحديثين؟ الأول: من قرأ قل هو الله أحد في ليلة فقد شرى نفسه من الله.
وما معنى الصحيح في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضيلة والأجر، لأن القرآن ثلاثة أقسام: قسم في الإخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وهذا تضمنته سورة قل هو الله أحد، وقسم في الحلال والحرام، قسم في الحلال والحرام، وقسم في قصص الأولين من الأمم والرسل وما جرى عليهم العبرة والعظة، قسم قصص وقسم أحكام وقسم خبر عن الله جل وعلا. سورة الإخلاص في هذا القسم، في الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن، هذا الذي ثبت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل سورة الإنسان من الخلف بحيث لم يتبين وجهه، هل تعد هذه السورة من السور التي يجب أن تطمس؟ نعم، إذا كان فيها رأس هذه السورة، سواء من الخلف أو من الأمام، هذه السورة يطمس الرأس، يطمس الرأس أو يقطع، وبهذا تزول السورة. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر ما يسمى بالمذهب العلماني، والسؤال: هل العلمانية مذهب كفري، وهل نحكم على صاحبها بكفره؟ إلحاد، العلمانية إلحاد، لأنها فصل للدين عن الدولة، هذه العلمانية فصل الدين عن الدولة، هذا إلحاد، لأن الدين جاء، الشرع جاء بالسياسة، بالسياسة وبالعبادة وبالشرع، ففصل أحدهما عن الآخر هذا إلحاد في دين الله. يقولون السياسة ليس عليها حلال ولا حرام، تفعل ما تشاء، والدين إنما هو في المساجد وللأفراد، ما نتدخل فيهم، خلوهم في المساجد وخلوهم ولا تدخلون فيهم، وأما السياسة فأهل المساجد لا يتدخلون فيها، هذا معنى كلامه، أن أهل الدين ما يدخلون في السياسة، وأن أهل السياسة ما يدخلون في الدين، وهذا تفريق لما جمع الله سبحانه وتعالى، فلا قوام للعباد ولا صلاح للعباد إلا بصلاح السياسة وصلاح الدين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل يقول: كيف يكون جهاد المنافقين في هذا الزمان الذي كثر فيه النفاق وظهرت أعلامه؟ الرد عليهم، جهادهم بالرد عليهم، بالشبه، إذا أدلوا بشبه أو تكلموا بكلام فإنهم يجب أن يرد عليهم ويكشف زيفهم وتفضح شبهاتهم، كما أن الله سبحانه فضح المنافقين وبين عوارهم وصفاتهم في كتابه الكريم: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فيرد عليهم ببيان صفاتهم وبرد شبهاتهم وأقوالهم التي يقولونها في الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي جار يعمل في بنك الربوي ويأتي لنا بطعام، السؤال: هل علينا من حرج في قبول طعامه، وما حكم من أصحته وتذكيره بالله، أم نرد عليه طعامه وإن حصل بذلك نفور منه وعدم قبوله للنصح؟ أما النصيحة ما هي واجبة له ولغيره، أمن ترون عليه خطأ فالنصيحة واجبة، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
لا بد من النصيحة. وأما الطعام إن كان له موارد أخرى غير ما يأتيه من البنك له موارد أخرى فإنه يؤكل من طعامه، لأنه لا يتعين أن يكون هذا الطعام من الحرام، بل يحتمل أنه من الحلال. والأصل في الأطعمة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، أما دام عنده حلال وحرام فإنه يؤكل من طعامه. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا ويأكلون السحت وهو الرشوة والحرام، لأن عندهم موارد غير الحرام. أما إذا كان ما عنده مورد إلا الحرام فلا يجوز الأكل منه. إذا علمت أنه ما عنده مورد وأن هذا الطعام من الحرام فلا تأكل منه لأنه حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة وردت تسأل عن حكم التدريس والدراسة في المدارس المختلطة بين الأولاد والبنات خصوصا في المراحل الأولى. لا يجوز هذا، لا يجوز التدريس في المدارس المختلطة لأن هذا منكر وفتنة وشر. لا يجوز للمسلم أن يدرس المدارس مختلطة بين ذكور وإناث، لأن هذا منكر، وإذا درسه صار مقرا للمنكر، وثانيا أن هذا فيه فتنة يخشى عليه من الفتنة الافتتان بالبنات، والإنسان على خطر من الفتن، يتجنب هذا ولا يدرس في هذه المدارس. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول في مقام الثناء على الله عز وجل في الدعاء، هل الواجب على المأموم التسبيح أم التأميم، وما الدليل على ذلك؟ كيف؟ يقول عفى الله عنكم في مقام الثناء على الله عز وجل في الدعاء، هل الواجب على المأموم التسبيح أم التأميم، وما دليل ذلك؟ إيش؟ هل الواجب على المأموم التسبيح أم التأمين؟ التأمين؟ التأمين، نعم، قول أمين. نعم. وما دليل ذلك؟ إذا كان الإمام يدعو في الصلاة في القنوت، في قنوت الوتر، فإن المأموم يؤمن على دعاء الإمام، هذا في قنوت الوتر. أما في غير ذلك فالإمام يدعو والمأموم يدعو، كل يدعو لنفسه، كل يدعو لنفسه سرا ولا ترتفع الأصوات في ذلك، إنما كل يدعو لنفسه في الركوع وفي السجود وفي التشهد الأخير، كل يدعو لنفسه سر الإمام والمأموم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن الناس هلكوا فهو أهلكهم، وأرجو شرح الحديث. نعم، هذا حديث وهو صحيح في أن الإنسان إذا أساء الظن بالناس كلهم، إذا أساء الظن بالناس كلهم هذا لا يجوز. الناس لا يهلكون جميعا، يكون فيهم أهل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق طاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فلا يعمم الحكم على الناس يقول كلهم هلكوا، أو يقول ما في الأرض مسلم الآن مثل ما يقول بعض الجهال، ما في الأرض الآن مسلم ولا هناك أحد مستقيم، كل الناس ضلوا، هذا لا يجوز، هذا تعميم لا يجوز. وأيضا إذا قال الناس هلكوا معناه أنه يزكي نفسه، معناه أنه يزكي نفسه. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقد يكون في الناس من هو أصلح منه وأحسن منه حالا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول سمعت من أحد الدعاة وهو يقول إنه في الجنة سوف يشوي اللحم ويلعب الكرة مع الصحابة، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من
من اللعب والقول على الله بلا علم. ما الذي أدراه أن الجنة فيها شوي لحم؟ الجنة فيها كل شيء طيب من يعني جاهز للتناول والتلذذ، ما فيها طبخ وفيها شوي يعني ما يقول، فيها الكل شيء جاهز للتفكه والأكل، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. وهل في الجنة نار يطبخ عليها على قول هذا ويشوى بها؟ هذا معناه أن الجنة فيها نار. من قال له الكلام هذا؟ وأما أن فيها لعب كرة، هذا من السخرية والسماجة والقول على الله بلا علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو أفضل الصيام؟ هل صيام الاثنين والخميس، أم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أم صيام داود، أم يصوم الإنسان أيام مناسبات مثل صيامه شهر رمضان، شهر محرم وغيره؟ الصيام منه صيام مقيد ومنه صيام مطلق. الصيام المقيد مثل صيام أيام الست من شوال وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، صيام الاثنين والخميس وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، هذا صيام مقيد بالأشهر والأسابيع فيبقى على قيده كما قيده الشرع. وصيام مطلق وهو صيام يوم وإفطار يوم لمن صار عنده قوة على ذلك، إذا صار عنده قوة على ذلك فإنه يصوم يوم ويفطر يوما كصيام داود عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أعمل في قطاع عسكري، وفي مجال عملنا لا بد أن نضع بطاقات تحمل صورنا على الجيب. السؤال: ما حكم الصلاة ونحن واضعين تلك البطاقات على جيوبنا؟ إذا ألزمتم بها صارت من الصور الضرورية لأجل العمل، ولو لم تحملوها لم تمكنوا من العمل فلا بأس بحملها، لكن عند الصلاة أدخلوها في جيوبكم. ما هم طالبينه منكم عند الصلاة، يعني ما يصلي واحد إلا بطاقة، ما هو صحيح لا. فإذا أردتم الصلاة أدخلوها في جيوبكم ولا تكون ظاهرة عليكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب لم أجد عملا منذ 4 سنوات، وأعمل في إحدى الدول العربية، وحصلت على عمل أخيرا ولكن يتطلب مني حلق اللحية. السؤال: هل أقبل بهذا العمل فأحلق لحيتي، وما الحكم في هذا؟ لا تقبل هذا العمل، يعني حلق اللحية حرام، ويرزقك الله عز وجل غير هذا العمل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلا تلتمس رزق الله في معصية الله، ولكن اطلب الرزق من الوجه الحلال، والله جل وعلا ييسر لك إذا علم منك صدق النية فإنه ييسر لك كما وعد سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رجل يصلي قبل الفجر 4 ركعات دائما، فهل ورد في ذلك شيء، أو هذه مخالفة للسنة، أو أن هذا بدعة؟ إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 2 ركعات، لا يجوز التنفل بعد طلوع الفجر بغير راتبة الفجر، 2 ركعات فقط خفيفتين
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ويخففهما ولا يتنفل بغيرهما. هذا هو السنة. الصلاة بعد طلوع الفجر منهي عنها، صلاة منهي عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل غسل الرأس بماء زمزم يذهب الذل؟ يذهب الذل. ماء زمزم ماء مبارك بلا شك، وهو لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ماء مبارك وماء طيب، وهو حسب نية الشارب له، إذا شربه للشفاء من مرض فإنه سبب للشفاء بإذن الله، إذا شربه لينال به طلب العلم وطهارة القلب، ينال به طهارة القلب فإن الله يطهر قلبه به، فهو ماء طيب وماء مبارك. أما أنه يذهب الذل، ما أدري شو الذل هذا. الذل يذهبه تقوى الله سبحانه وتعالى، يذهبه تقوى الله والعمل بطاعته. والله جل وعلا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الذل يذهب بالإيمان والعمل الصالح، تمسك بدين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي أنواع التوسل المشروع والممنوع؟ التوسل هو جعل واسطة أو وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يكون بطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هي الطاعة التي تقرب من الله عز وجل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه هي الوسيلة. طاعة الله جل وعلا وخوفه ورجاؤه، هذه هي الوسيلة الصحيحة، الأعمال الصالحة. التوسل بالأعمال الصالحة هذا مشروع، كما توسل أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة سدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. واحد توسل ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الحرام بعدما تمكن منه، تركه لله عز وجل، عفته عن الزنا بعدما تمكن منه، قام وتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى. والثالث توسل إلى الله بحفظه لأجرة الأجير الذي عنده وذهب وترك أجرته فنماها له وحفظها له حتى جاء وأخذها، ففرج الله عنه وخرجوا يمشون. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة هو مشروع. توسل إلى الله بالتوحيد، كما توسل يونس عليه السلام، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. توسل بتوحيد الله سبحانه وتعالى. توسل بدعاء الصالحين الحاضرين، الصالحين الحاضرين عندك، تأتي إلى رجل صالح تقول له: ادعو الله لي بكذا وكذا، هذا مشروع أيضا، بدليل أن عمر رضي الله عنه لما قحطوا واستسقوا طلب من العباس رضي الله عنه أن يدعو الله لهم بالغيث لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، يعني بدعائه، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فقام العباس ودعا الله عز وجل فسقاهم الله. توسل بدعاء الصالحين الحاضرين.
الذين يستطيعون أن يدعو الله، أن يدعو الله عز وجل. هذه هي أنواع التوسل المشروع. أما التوسل الممنوع فهو التوسل بالمخلوقين إلى الله عز وجل، كأن يقول أسألك بنبيك أو أسألك بوليك فلان، هذا توسل ممنوع لأنه إقسام على الله بمخلوق، حلف على الله بمخلوق، وهذا لا يجوز. ولأنه لم يرد هذا ولا دليل عليه، وما لا دليل عليه فلا يجوز فعله. توسل بذوات الصالحين أو بجاههم أو بحقهم هذا توسل ممنوع، وهذا وسيلة إلى الشرك. توسل بالأموات إلى الله عز وجل، توسل بالقبور، هذا كله إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل الذي يقول الله والشيطان يقول هل الذي يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة هل هو كافر أو يكفر بعينه؟ هل بعد هذا الكفر كفر اللي يسوي الشيطان بالله عز وجل ويقولان هما وجهان لعملة واحدة؟ هذا أكبر الإلحاد وأكبر الكفر والعياذ بالله. هذا ما قاله ولا مردة المشركين والكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: عملي يبعد من المنزل 22 كيلو فأصاب أحيانا بنجاسة على ثيابي في أثناء الوضوء. نعم. يقول: عملي يبعد من المنزل 22 كيلا فأصاب أحيانا بنجاسة على ثيابي في أثناء الوضوء لصلاة الظهر، فإذا ذهبت للمنزل خرج وقت الصلاة وتأخرت كذلك عن العمل، وإذا جمعت صلاة الظهر مع صلاة العصر لبعد المكان أخشى الإثم، ما الذي يجب علي؟ النجاسة في ثيابه. نعم. النجاسة في ثيابه، هذا يحمل معه ثوب طاهر يخليه للصلاة، إذا أراد يصلي يخلع الثوب النجس يلبس الطاهر ويصلي في الحال، وهذا سهل ويسير عليه، سهل ويسير عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وإذا سلم من الصلاة يلبس الثوب الأول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل العبرة في القصر في السفر بالمكان أم بدخول وقت الصلاة؟ وإذا جمع المسافر وقصر ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الفريضة الثانية، هل يكتفي بالأولى أم يصلي الثانية مع الجماعة وتعتبر الصلاة الأولى نافلة في حقه، أم ماذا يفعل؟ إذا كان السفر مسافة 80 كيلو فأكثر وجبت عليه الصلاة وهو في أثناء الطريق، فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية جمع تأخير، لأن هذا أيسر له. وإن دخل عليه وقت الأولى وهو نازل في الطريق يشرب قهوة ولا يطبخ غدا ويتغدى ولا يرتاح في أثناء الطريق، دخل عليه وقت الأولى إما الظهر وإما المغرب، فإنه يجمع جمع تقديم، يصلي الصلاة الأولى التي دخل وقتها ثم يقدم الثانية معها ويجمع جمع تقديم ثم يركب للسفر، لأن هذا هو الأرفق به، جمع التقديم أو جمع التأخير. وإذا كان يعلم أنه يصل إلى البلد قبل إذا كان يعلم أنه يصل إلى البلد في وقت الصلاة الثانية، هل أفضل أنه يؤخر الثانية ويصليها إلى وصل البلد؟ هذا هو الأفضل،
وإن صلاها مع الأولى جمعا جمع تقديم جاز له ذلك، لأنه ما دام في السفر فله أن يستعمل رخص السفر. فإذا جمع ووصل إلى البلد قبل دخول أو في وقت الثانية فلا يعيدها، صلىها صلاة صحيحة فلا يعيدها، ولا تصلى الصلاة في يوم مرتين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشرت هذه الورقة في أوساط النساء في عدة جهات، فما صحة هذه الورقة وهل يجوز توزيعها؟ وهذه الورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه يبكي بكاء شديدا، فقلت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، فأنكرت شأنهن. من رواه؟ من نسبها إليه؟ ما نسبها إلى حفظ توزيع جمعية كذا في حي كذا، ما نسبها إلى كتب السنة؟ لا، لا، هذا حديث لا أصل له، لو كان له أصل لنسبه إلى أصله حتى نعرف من راجعه، أما دام كذلك فهو حديث باطل. ويظهر أنه من وضع الشيعة، هذا يظهر أنه من وضع الشيعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من حيث التثبت سمعنا عنك، لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا إلا ويبين من أين أخذه من دواوين السنة حتى يعرف ويراجع عند الاشتباه، يراجع إلى أصله. بل لا يجوز أنه ينسب إلى عالم من العلماء فتوى أو قولا إلا بأن يثبت ذلك من كلام ذلك العالم من مؤلفاته بالكتاب الفلاني الصفحة الفلانية سطر كذا، لا يجوز الكلام هذا، قال الرسول أو قال فلان بدون مستند وبدون إثبات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من حيث التثبت سمعنا عنك يا شيخ تحريم الوصفة الرومية، هل هذا صحيح؟ تحريم إيش؟ يقول: تحريم الوصفة الرومية. شو الوصفة الرومية؟ يعني حقة بالرومي أو نسبة إلى الروم؟ إن كان قصدها الوصفة اللي كتبها ابن الرومي اللي يقولون أنه يعبر الأحلام وأنه كذا، أنا ما أدري شو اللي حوله من تعبير الأحلام صار طبيب، هذا تخليط. هذا هذه الوصفة لا أصل لها، لا أصل لها ولا ينبغي العمل عليها ولا التعويل عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان المصلي لا يستطيع الركوع أو السجود إلا جالس على كرسي، هل يلزمه؟ نعم. يقول: عفى الله عنك، إذا كان المصلي لا يستطيع الركوع أو السجود إلا جالس على كرسي، نعم، هل يلزمه عند تكبيرة الإحرام القيام واقفا وهو قادر على ذلك ثم يجلس بعد ذلك؟ نعم، إذا كان يقدر على القيام يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإذا شق عليه القيام يجلس على الكرسي أو على الأرض، فيلزمه من القيام بقدر ما يستطيع، هذا في الفريضة. أما في النافلة فلا حرج في ذلك، يجوز يصلي النافلة جالسا ولو كان مستطيعا للقيام، أما الفريضة لا، القيام ركن فيها مع الاستطاعة، فيكبر ويقف بقدر ما يستطيع، فإذا تعب يجلس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لي أخ لا يصلي فقد قامت عليه الحجة، ويطلب الوالد منا أحيانا أن نساعده ماديا، السؤال: ماذا يجب علينا؟ هل يلزم مطاعة الوالد في ذلك علما بأنه مصر على فعله؟ المناصحة واجبة مع عموم الناس ومع الوالد،
من باب أولى، فيجب عليكم مناصحته وتخويفه بالله ودعوته إلى التوبة والتأكيد عليه، هذا واجب عليكم. وأما الإنفاق عليه فهذا من حقه عليكم، وبالوالدين إحسانا، حتى ولو كان منحرفا أو كان كافرا فمن حقه عليك أن تنفق عليه إذا احتاج. قوله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما ولو كان كافرا، أحسن إليهم، أحسن إليهما بالإنفاق بالكلام الطيب ولو كان كافرا، لكن في الدين لا، لا تطعهما في الدين، لا تطع الوالدين ولا غيرهم، لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه، جاءتها أمها وهي كافرة تطلب منها المساعدة، أمها كافرة تطلب منها المساعدة، فاستفتت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي أتت وهي راغبة، راغبة يعني في المساعدة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فهذا من باب المكافأة، باب المكافأة والإحسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا صلى المصلي النافلة وبعد انتهاء منها تذكر أنه على غير وضوء، السؤال: هل يعيد الصلاة تلك أم لا؟ ما يجب عليه إعادتها لأنها نافلة، لكن إن أراد الخير وأراد الأجر هو يتوضا ويصلي بدلها، ما هو بإعادة لها لكن بدل عنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه أسئلة عديدة جاءت تسأل عن موقفنا مما يحصل لإخواننا في فلسطين، وما هو الواجب علينا تجاههم؟ الواجب عليكم ما تقدرون من المساعدة بالمال والدعاء، هذا هو الواجب عليكم، المساعدة بالمال، وباب التبرع مفتوح لهم وميسر لكم، تبرعوا لهم، وكذلك الدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين، ما هو تقول الفلسطينيين كذا، تقول للمسلمين، لإخواننا المسلمين بالنصر والتأييد نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الدعاء على هلاك اليهود والنصارى جميعا مخالف للسنة الكونية، حيث إننا وعدنا بمقاتلتهم في آخر الزمان؟ مسألة الدعاء عليهم بالهلاك جميعا هذا غير مناسب، لأن أما الدعاء على الظلمة منهم وعلى الذين ظلموا وعلى الذين تعدوا فنعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم لهذا السبب، فإذا حصل منهم ظلم أو تعدي على المسلمين جاز الدعاء عليهم بالهلاك والدعاء عليهم باللعنة والدعاء عليهم بالدمار وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في حديث الذباب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه إذا وقع على الشراب، هل الأمر للوجوب؟ وإذا كان غير ذلك فما هو الصارف له عن الوجوب؟ الأمر ما هو للوجوب، للاستحباب، إن رغبت بالشراب هذا استعماله فأغمس الذباب واشرب شرابك، أو إن كان أحد يستعمله ففي إراقته إضاعة للمال، إراقته إضاعة للمال، والعلاج هو أن تغمسه ويزول المحلول، فأنت أغمسه كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شئت أشربه وإن لم تشاء فدعه يشربه غيره، ولا تتلف هذا المال. نعم.
وهذا من باب الاستحباب لا ما هو من باب الوجوب، يعني انك لو نثرته تاثم لا، لكن خالفت يعني السنه والمستحبه، والمستحب من فعله فله اجر ومن تركه فلا اثم عليه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيله. وهذا السائل يقول: ما حكم اسقاط الجنين اذا كان في الشهر الاول؟ نعم. ما حكم اسقاط الجنين اذا كان في الشهر الاول مع ملاحظه ان هذه المراه مطلقه، وسبب الاسقاط هو ان يكون مصير هذا الطفل الموت؟ لا يجوز هذا، لا يجوز اسقاط الحمل، الحمل مطلوب، وربما يكون هذا الحمل فيه خير للأم وللمسلمين، وما يكون فيه خير للإسلام والمسلمين، والحمل مطلوب، لا يجوز الجهد في الحمل، لا يجوز إسقاط الحمل إلا إذا قرر الأطباء، قرر الأطباء أن بقاء الحمل فيه خطر على حياة الأم، فهنا يسقط الحمل. إذا قرر الأطباء أن بقاء هذا الحمل فيه خطر على حياة الأم فإنها لا يسقط، أما أنها تسقطه كراهية للحمل أو كراهية للأولاد أو خوفا أنه يضيع، ما يضيع الله مخلوق أبدا، ما يضيع الله مخلوق، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم أحسن الظن بالله عز وجل. وربما يكون هذا الحامل خير لوالدته وخير لأقاربه وخير للمسلمين. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سلم شخص على ناس وهم يصلون جماعة فكيف يردون عليه بالإشارة؟ الرد، رد السلام على الجماعة سنة كفاية، وإذا سلم على جماعة ورد عليه بعضهم يكفي، رد السلام من الجماعة سنة كفاية، والرد بالإشارة، الرد من المصلي بالإشارة بيده، يشير إليه بيده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: تقدمت إلى أحد البنوك من أجل شراء مكيفات وهم لا يملكونها وليس لديهم مستودع، ولكن قالوا: إن كنت تريد إحضارها أحضرناها لك بدون أن تدفع شيئا، ثم لك الخيار بعد إحضارها. السؤال: هل أشتريها منهم أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبع ما ليس عندك، فإذا كان ما عند البايع لهب عنده السلعة فلا يجوز أنك تتفق معه، ما يجوز انك تتفق معه على شرائها وهي غير موجوده ثم يذهب هو، وقولهم ان ما نلزمك وما اشبه ذلك، هذا كذب، هذا كذب، ما يروحون يشرون الا هم مجودينك كثبتين عليك واخذين منك نقود، هم اذهب منك، يروحون يشرون شيء وهم يقعد عندهم، هم رايحين يشرونها الا طمع ويثبتون ويأخذون توقيعك ويأخذون منك عربون، فقولهم إن ما نزمت هذا من باب الكذب والتمويل. والحاصل أنه لا يجوز الذهاب إلى من ليس عنده سلع، لا البنوك ولا غيره، لا تذهب إلى أحد ما هي عنده السلع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصحون بقراءة كتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما أنا شفت عنوانه، هو محمد خالد، الخالد خالد محمد خالد، والرجل كان عليه كلام في الأول ويقولون أنه تحسن واعتدل بعد ذلك، الله أعلم. أما الكتاب أنا ما قرأته ولا أدري عنه، أما الرجل فيقال عنه في الأول أنه ما هو طيب، ثم إنه من الله عليه تحسن حاله الدينية فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إغماض العينين في الصلاة مع التنبيه يا شيخ أن السبب في ذلك هو طلب الخشوع،
إن كان أمامه شيء يشغله فلا بأس أن يغمض عينيه، أما إذا كان ما أمامه شيء يشغله فهذا منهي عنه، لأنه تشبه باليهود. إنما تزول الكراهة إذا كان أمامه شيء يشغله فيغمض عينيه حتى ما يشغله هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل مرقة لحم البعير ناقضة للوضوء؟ لا، المرق لا ينقض لحم، لا ينقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء أكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور هذا هو الذي ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إبراء الأبرص من خصائص عيسى عليه الصلاة والسلام، فكيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله؟ هذا مخصص، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء إلا البرص، إلا البرص فإنه لا شفاء له، وإنما علاجه من معجزات المسيح عليه السلام، تبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه اللي ما عنده بصر من الأصل، فإذا مسح عليه صار مبصرا، وكذلك الأبرص ما له علاج، لكن المسيح عليه السلام إذا مسحه فإنه يشفى من البرص، وكذلك يحيي الموتى، المسيح عليه السلام يحيي الموتى ويكلم الموتى، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، يعني غير البرص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أو تقول إن شفاءه ما أعطى الله المسيح، أنزل الله شفاء له وهو ما أعطاه الله للمسيح عليه السلام. نعم. وهذا لا يقدر عليه غير المسيح، يعني معجزة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إلحاقا للسؤال السابق بخصوص التدريس في المدارس المختلفة، هل الحكم ينطبق على المدرسات مثل ما ينطبق على المدرسين؟ نعم، المدرسات أيضا يحصل منهن فتنة على الطلاب، وهي أيضا تفتتن بهم، فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث تدريس الاختلاط بين الجنسين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الظل هل هو صفة من صفات الله أم أنه اسم من أسمائه؟ الله أعلم. سبعة ظلهم الله في ظله، هذا الظل أضيف إلى الله عز وجل، فهل هو ظل مخلوق أو هو من صفات الله عز وجل؟ والواجب أن الإنسان يسكت عن هذا، لأنه ما لا تعلمه فالواجب السكوت عنه. تأتي بالحديث كما هو، ظلهم الله من ظله، تريده كما جاء، ولا تبحث في حقيقة الظل هل هو مخلوق أو هو من صفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أمور العقيدة فيها مسوغ للاجتهاد؟ لا، العقيدة توقيفية، ما فيها مجال للاجتهاد، نثبت ما جاء في الكتاب والسنة ونسكت عما لا دليل عليه، العقيدة توقيفية. نعم. الاجتهاد في مسائل الفقه والاستنباط، مسائل الفقه والاستنباط هذه محل الاجتهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في باب من أبواب الزكاة: أما المعشرات فلا يشترط في وجوب الزكاة فيها إتمام الحول، فلا يشترط في وجوب الزكاة فيها إتمام الحول، بل يكتفى ببدو الصلاة. السؤال: ما معنى قوله المعشرات؟ المعشرات التي يجب فيها العشر، وهي الزرع والحبوب والثمار، هذه المعشرات التي يجب فيها العشر أو نصف العشر، إن كان يسقيها بنفقة
ففيها نصف العشر، وإن كان تسقى بغير نفقة بالمطر أو بالأنهار أو من غير مؤونة هذه فيها العشر، هذه المعشرات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، هل إذا أخرت الصلاة إلى منتصف الليل بدون عذر يكون فضلها مثل فضل الصلاة إذا صليتها بعد الأذان في الوقت المحدد؟ نعم، الأفضل تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على الخلاف في هذا، ولكن هذا في حق من ليس عنده جماعة، إنسان منفرد ما عنده أحد يصلي معه، تأخيرها إلى هذا الوقت أفضل إذا لم يكن عليه مشقة. أما إذا كان عنده جماعة يصلون في أول الوقت فإنه يجب عليه أن يصلي معه ولا يترك صلاة الجماعة ويقول أنا أؤخرها إلى نصف الليل أو ثلث الليل، هذا أفضل. نقول هذا أفضل، لكن صلاة الجماعة واجبة، فلا تترك واجبا لطلب مستحب، لا تترك واجبا لطلب مستحب. وكذلك إذا كان إماما فإنه لا يشق على المأمومين، يقول أبو أخر الصلاة ويشق عليهم، بل يصليها في أول الوقت تخفيفا عنه، إلا إذا اتفقوا، إذا اتفقوا على التأخير فلا بأس، أما إذا لم يتفقوا فإنه يصلي بهم في أول الوقت تخفيفا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يدعو إلى إفساد المرأة وخروجها من بيتها وسفورها واختلاطها بالرجال، فأرجو أن توجهوا التوجيه الكريم للنساء حول هذه الدعوة، وهل بقاء المرأة في بيتها عبادة تثاب عليها؟ نعم، دعاة الضلال من قديم الزمان أو شيء جديد، دعاة الضلال والمنافقون قديم الزمان، هذا من باب الابتلاء والامتحان، فلا يجوز للمؤمنين أن يلتفتوا إليهم ولا أن يتأثروا بدعايتهم، ولا يجوز للمؤمنات أن تنظر إلى هؤلاء أو تقبل كلامهم أو تتأثر، عليها أن تطيع الله ورسوله وأن تتبع أهل العلم الموثوقين وأهل الصلاح والتقى، تأخذ بأقواله ولا تنظر إلى أقوال المفسدين، ولا تتبع سبيل المفسدين. فالواجب على المسلم أن يتبع طريق الحق ذكرا كان أو أنثى، ولا يلتفت إلى ما خالفه أو إلى دعايات المضللين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الفتن التي تحدث في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فعلينا أن نحذر من هؤلاء، وعلى المؤمنات أن لا يلتفتن لكلام هؤلاء أو يتأثرن به، لأنهم أعداؤهن على الحقيقة، هم يدعون أنهن مظلومات وأنهن مقهورات وأنهن يعني يتهمون الإسلام بأنه ظلم المرأة وأنه قهر المرأة، وهم يريدون هلاكها الحقيقة وإخراجها من حشمتها ووقارها، هذا الذي يريدون، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. دعاة الضلال من قديم، والمنافقون إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون،
فلا نلتفت إلى هؤلاء ولا نستغرب وجودهم، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى ليتميز المؤمن الصادق من المنافق ومن ضعيف الإيمان، تميز هذا من هذا. وأما بقاء المرأة في بيتها هذا هو الأصل، الأصل بقاؤها في بيتها، لكن إذا احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج بشرط أن تكون متسترة ومتجنبة للطيب وما يلفت الأنظار، متجنبة للاختلاط بالرجال، تتجنب المحاذير. الله جل وعلا يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وهن أطهر نساء العالمين، يقول لهن: وقرن في بيوتكن. قرن يعني ابقينا في البيوت، هذا هو الأصل. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج هو إظهار الزينة، إظهار الزينة والطيب إذا خرجت، هذا هو التبرج، هذا حرام وهو من فعل الجاهلية. فعلى المسلمة أنها تنتبه لهذا الأمر. نعم، والمسلمة مغزوة في هذا الزمان، مغزوة غزوا فظيعا، والكفار والمنافقون يركزون على المرأة لعلمهم أنها إذا فسدت فسد المجتمع وفسدت البيوت ونالوا شهواتهم منها، هذا هو مطلوب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز للمدير الاجتماع بموظفاته النساء في جو عملي محتشم وذلك لظروف العمل ومتابعته؟ لا يجوز أن يكون عمل المرأة يستدعي حضورها مع الرجال، وإذا احتاج المدير أنه يوجه النساء يوجهن من خلال الكتابة أو من خلال الشاشة المغلقة أو من خلال التلفون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: الزنا هل هو فقط الذي يكون معه إلاج، أم أن التقبيل والضم والمغازلة مع الإنزال تكون زنا؟ نعم، الزنا أنواع: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وكل عضو عليه نصيبه من الزنا، ولكن أشد الزنا وأغلظه الجماع، الجماع في الفرج، هذا هو أغلظ الزنا وأشد، وهذا هو الذي رتب الله عليه العقوبة العاجلة والآجلة، رتب عليه الحد في الدنيا وهو جلد البكر ورجم الشيب، وفي الآخرة إذا لم يتب فعليه العذاب الأليم، لأنه من أصحاب الكبائر، متوعد بالنار ومتوعد بالغضب، فهو تحت الوعيد إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الزنا الذي يترتب عليه الحد هو الزنا في الفرج، أما فيما دون ذلك فهذا زنا، ولكنه يكفره التوبة والاستغفار، يكفره الصلوات الخمس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصاب من امرأة كل شيء ما عدا الجماع، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، هذه الآية لي خاصة أو للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. فيكفر الله هذه الذنوب بالتوبة ويكفرها بالأعمال الصالحة، وأما الزنا في الفرج فهذا هو الزنا الحقيقي وعليه العقوبة عاجلا وآجلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: عقدت على امرأة وكان أحد الشهود رجلا عهدي به لا يصلي،
لا قبل الشهادة ولا بعدها، فما حكم العقد وماذا علي الآن؟ إذا كان أنه لا يصلي فلا تصح شهادته، فيعاد العقد من جديد بشهود وولي، يعاد من جديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: إذا ذهبت إلى دائرة حكومية يطلبون مني عند إجراء المعاملة صورة شخصية، ثم إذا ذهبت إلى المصور يعطيني 6 أو 8 صور، السؤال: ماذا أفعل بالصور البواقي بعد أخذ ما أحتاجه لهذه الدائرة؟ هل أتركها؟ أتلفها، الصور الزائدة أتلفها، لأنه ما رخص بالتصوير إلا في الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا انتهت الضرورة بقي التصوير حراما والصور محرمة فأتلفها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد كثر كلام بعض المتعالمين حول مسائل الإيمان، واعتمدوا على نقول لشيخ الإسلام يبترونها ويتلاعبون بها، وينسبون للشيخ رحمه الله أن العمل الذي هو ركن في الإيمان هو عمل القلب، أما عمل الجوارح فهو من الإيمان الواجب أو الإيمان التام، وليس تارك عمل الجوارح كفرا. أرجو التوضيح والتوجيه في هذا. هذولا بين أمرين، إما أنهم جهال ولا يفهمون كلام الشيخ ولا كلام العلماء، وإما أنهم مغرضون ومضللون يريدون ترويج على الناس. وشيخ الإسلام ابن تيمية على مذهب السلف الصالح وعلى مذهب الأئمة أن العمل داخل في الإيمان، أن العمل داخل في الإيمان وجزء منه، ولا يصح إيمان بدون عمل، ولا يصح عمل بدون إيمان، بل لا بد منهما. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، هو موجود في كتبه، خصوصا كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الصغير. لكن هؤلاء إما أنهم مضللون ويغفرون الكلام، يأخذون ما يروج على الناس، وإما أنهم جهال ما يفهمون كلام الشيخ، والغالب عليهم أنهم جهال لأنهم متعالمون، أخذوا العلم عن الكتب ولم يتتلمذوا على علماء، وإنما يقرؤون في الكتب والصحف وتخرجوا على أنفسهم وصاروا خطرا على أنفسهم وعلى المسلمين. نسأل الله العافية ويكفينا الله شرهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر إذا لم يكن في البلد غيره؟ لا يصلي فيه، إذا كان فيه قبر لا يصلي فيه.